كلام وطارق كانوا بيتكلموا في موضوع يخص الشركة، انهم محتاجين محاسب في الشركة لان مدير الحسابات طلع معاش وقدامه اسبوع ويمشي. مراد كان سمع الحوار وقال لهم انا عندي ليكم حتة محاسب مفيش منه اتنين، هو صاحبي وحاله متوسط وعرفه من زمان واسمه عادل، واد رجولة ومجدع. يعني واثق فيه مراد؟ اضمنهولك برقبة طارق. ايوه حاج واثق فيه، خلاص خليه يشرفني بكرة ونشوف، لاني محتاج محاسب في اسرع وقت. مراد اتصل عليه، عادل كان فرحان جدا وقال له هيكون موجود في الشركة قبل الميعاد. عارف يا ده مراد رشوان المحامي اللي انت ضربته في الشركة ورفضته، فاكره؟ ماله سيزفت، جه الادم الشركة النهاردة واعتذر اكتر من مرة وعايز يرجع الشركة من تاني. وحضرتك هتسامحه وترجعه الشركة يا بابا؟ والله انا كنت هسامحه لكن رفضت عشان ما صغرش بيك، وكمان عارفك بجح ومتخلف وهتطرده تاني. تسلم يا حاج، قال يرجع، قال بعد ما شتم عليك ودعا على العيلة طبعا ما يحطش رجله في الشركة. تاني يوم عادل راح الشركة وادم رحب بيه واتفقوا انه يستلم شغل من النهاردة. ادم طلب الاستاذ طلعت مدير الحسابات في الشركة وعرفه على عادل، وقال لعادل ان ده الاستاذ طلعت اللي طلع على المعاش وهيقول لك نبذة مختصرة على نظام شركتنا واتفضل معاه. طلعت رحب بعادل وخرج معاه وعرفه كل حاجة على نظام الشركة وجاب له ملف. اتفضل يا عادل يا ابني، دي اخر ملف حسابات في الشركة. عادل خد الملف. حضرتك شغال هنا بقالك كام سنة يا أستاذ طلعت؟ يوه من زمان، أنا شغال مع آدم بيه أكتر من 20 سنة وأكتر. طيب يا أستاذ طلعت، أنا عايز أعمل جرد لحسابات الشركة والشحنات من 10 سنين فاتت لحد النهاردة. إيه؟ خير يا أستاذ طلعت، أنا طلبت حاجة غريبة ولا حاجة؟ أنا جاي أشتغل هنا مدير حسابات، ومن الطبيعي أعمل جرد لحسابات الشركة من وقت كبير عشان أعرف وأفهم فيها أنك بتشك فيا وفي حسابات الشركة. أنا هنا من زمان جدا وأنا اللي بعمل الجرد، وآخر جرد كان من أسبوع، والملف بتاعه قدامك أهو، اتفضل راجع عليه بنفسك، ولما تبدأ شغلك تبقى عيد حساباتك أنت براحتك. أنا مش حرامي عشان تقولي جرد من 10 سنين. حضرتك أنا مش شايف أي غلط في كلامي لرد فعلك ده، وأنا ما قلتش أن حضرتك سرقت أو شكيت فيك، أنا بعمل شغلي مش أكتر، وأنا بحب شغلي وطلبت الجرد لان في اي شركه او اي شغل بعمل جرد عشان ابدا صح واكون على وعي وفهم. هو حضرتك انا قلت حاجه غلط ولا مش من الطبيعي ان اعمل جرد ولا ايه يا استاذ طلعت؟ ايوه طبعا. طب اديني اسبوع كده وان شاء الله اجهز لك كل حاجه. تمام، انا اتشرفت جدا بحضرتك، وانا كمان استاذن. انا عادل راح لادم وخبط ودخل، اسف للازعاج، وكمان السكرتيره مش موجوده بره عشان استاذن. تعالى يا عادل اتفضل، وما تقولش كده، ده مكانك. ها متشكر يا فندم. ها طلعت شرح لك هتعمل ايه بالظبط؟ بصراحه انا جاي لحضرتك مخصوص عشان اتكلم معاك في الموضوع ده. موضوع ايه؟ حضرتك الاستاذ طلعت قدم لي ملف بالحسابات لاخر شحنه واخر جرد من اسبوع، وانا طلبت منه عايز اعمل جرد لحسابات الشركه من 10 سنين، لقيته اتعصب عليا واتكلم بنرفزه واتهمني كده اني بشك فيه واني شايفه حرامي، وانا والله صدقني ما اقصدش كده، انا بس دي طبيعه شغلي، لازم افهم نظام الشركه من اكبر وقت فات عشان افهم واعرف. وبعدين انا استغربت رد فعله وانه يصور بالطريقه دي، غير كده انا فاضي وما وريش حاجه، قال لي اسبوع اجيب لك الاوراق والملفات. ادم رفع سماعه التليفون، ابعتي لي مسؤول الحسابات على مكتبي. المسؤول دخل. تحت امرك يا فندم. الاستاذ عادل مدير حسابات الشركه الجديد وهيستلم مكان الاستاذ طلعت، وانا طلبت منه يعمل جرد لحسابات الشركه والشحنات حالا. أستاذ عادل هيروح معاك على الأرشيف وشوف إيه اللي هيطلبه منك وتعمله. اتفضل. اتفضل يا أستاذ عادل، عايزك تعملي جرد على ملفات الشركة الوارد والصادر في المخازن وتقارنها بملفات الحسابات، خد وقتك وهستنى منك تقرير في أقرب وقت. بإذن الله يا فندم، أسبوع وملف شامل يكون قدام حضرتك. محمد في المكتب والباب لسه هيخبط. ادخلي يا روحي. والله نفسي أعرف أنت عرفت إزاي بجد إننا اللي على الباب حتى بعد النقاب. لازم أحس بيكي لأني بحس بطاقة غريبة، وساعتها بعرف إن نوري قريبة مني. عارف بتمنى دايما إنك تحس بيا طول العمر. أعرفي إني أحس بيكي دايما. انسي رحلة عشق يا نوري مش حب وبس. حبيبي يا محمد ربنا يخليك لينا، ده أنت كمان حب وعشق عمري كله. أنا بحبك قوي يا حمادة. ما بلاش حمادة دي، إحنا في مكان شغل. أنا أقول لك حمادة في أي وقت، أنا بحب أقول لك حمادة. وانا تحت امر نوري حبيبتي. اتفقنا يا حماده. لا بقى ده انت مصممه. على ايه؟ مصممه ان اشيلك دلوقتي ونطلع على عشنا. بعد يومين مراد رجع من الشغل وكان مخنوق والكل موجود في الفيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.
ازيك يا مريوم حبيب، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبتي. ازيك يا حاج آدم؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج. سلم على زين وريتال وأريان وليه. أمال فريحة ومريم فين؟ بنتك مريم غلبت فريحة وغيرانة من آدم، قلت لها أكلي آدم وخليه معايا وخدي مريم جنبك عشان ما تأثرش على نفسيتها من ناحية أخوها. طيب فريحة اتغدت؟ ما كانتش عايزة تاكل غير لما أنت تيجي، بعت لها معزينة بطبق فاكهة تاكلها يعني لحد ما أنت تيجي. اطلع أنت وغير هدومك وأنا هقول لسعاد تجهز الغدا. تمام. آدم حس إن مراد متغير. اطلع أنت يا مراد وهبعت لك الغدا على فوق، واتغدى أنت ومراتك وبنتك مع بعض. يا سلام على النعمة برنس، شفت الحاج آدم ده دماغه المظاط. تسلم يا حاج. لا أنا هبعت لك الغدا علشان تخفى من وشي، مش عايز رخامة. رخامة مطبخ. اطلع ياد، اطلع واتغدى وابعت لي مريم نونو جايب لها الشوكولاتة بتاعتها. يا سلام ربنا يخليك لنا يا حاج. مراد طلع وشاف فريحة على السرير. فريحة أول ما شافت مراد، مرادي وحشتيني، وانت كمان يا فرحتي وحشتيني. مراد طلع عند فريحة بعد ما نزل مريم نونو الآدم، طلع خد شاور وقعد معاها شوية وكان محتار مش عارف يقولها انه مسافر بعد 3 أيام ازاي، هي بلد عربي لكن بعيدة شوية. يا ترى يا فهد عرفت رينو ولا لسه؟ رينو كانت بتعيط في حضن فهد. بس يا رينو كفاية عياط. فهد انت رايح مهمة يا فهد وهتسيبني؟ بطلع عياط عشان اعرف افهمك. انا يا دوبك قلتلك جات لنا مأمورية وانتي نازلة عياط. حبيبتي ده شغل وغصب عني مش بايدي، انا لو عليا انقل مكتبي هنا جنبك. انت بتروح مهمات وتقعدوا بشهور يا فهد وانا مش عارفه اعمل ايه من غيرك. حبيبتي انا هسافر انا ومراد، لكن المأمورية في بلد عربي وان شاء الله هنخلصها بسرعه. وبعدين يا رينو الدراسه هتبدا كلها 10 ايام وانت هتروحي الكليه، يعني وقتك كله هتضيعيه في المذاكره. كفايه دموع. انا بحبك قوي يا فهد وما بقتش بعرف انام غير في حضنك، ما تسيبنيش وتمشي. ادي يا حبيبتي وصدقيني انا هتصل عليكي في اي وقت اكون فاضي فيه. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا فهد. اسمعي يا رينو، الكليه قربت على الابواب ومفيش يوم تروحي لوحدك، ادم او زين او طارق او محمد يوصلوكي وترجعي بنفس الطريقه. انت هتكوني عند ادم، انا علمتك ازاي تدافعي عن نفسك، كمان عايزك وانا مش موجود تدربي وتمرني نفسك عشان لياقتك. واسمعي اي حد يكلمك في الجامعه ما ترديش عليه. واسمعي يا لارين، لو شفتي حد بيموت قدامك في الشارع مالكيش دعوه، الشارع مليان ناس كتير غيرك، اديكي شفتي اللي حصل معاكي قبل كده، ودلوقتي خطف البنات بقى بالطريقه دي، بيخدروهم عن طريق العصاير والمناديل. واحده تقولك تفضلي منديل او اشربي عصير، فوقك من الحوارات دي، ده كله شغل عصابات. مش عايزه اكون قلقان عليكي، ما تروحيش الجامعه لوحدك، ولو ما فيش حد فاضي وفارس هيوصل رودي يبقى يعدي عليكي ويوصلك مع رودي. فاهمه يا لارين؟ انت مخنوق قوي يا فهد صح؟ اسف يا حبيبتي انا مش مخنوق، انا بس خايف عليكي. ما تقلقش يا فهد انا هكون بخير ان شاء الله، كل حاجه هتكون كويسه، وانت كمان خلي بالك عشاني. انا كلي عشانك. في فيلا العدوي يوم الاجازه، ادم ومريم الكل موجود على الفطار، مراد وفريحه وزين وريتال ومريم نونو على رجل ادم، والكل بيفطر علشان يجهزوا للعقيقه النهارده وكل العيله معزومه. مالك يا حبيبي ساكت ليه؟ مش عوايدك يعني يا مراد؟ ابدا يا مريوم، مرادك كويس، ربنا ما يحرمش منك ابدا يا اميره البيت. انت بقالك يومين ساكت وسرحان، ايه يا حبيبي في حاجه مضايقاك؟ مراد لو في حاجه مزعلاك قول، احنا فعلا مش واخدين عليك كده. جرى ايه يا زينو؟ وانا ايه اللي هيزعلني؟ النهارده عقيقه ادم، وبعدين الواد هيتنقط النهارده، يا ترى عمو زينو هينقطه بكام؟ اقل من 50 جنيه ما بنقبلش. 50 جنيه؟ انت داخل على طمع، انا هكرمش له 20 جنيه وتحمد ربنا. لا بتتعب والله، الحاج الكبير طبعا هيفاجئنا النهارده. امال انا سميته ادم ليه؟ علشان تتوصى، ومش هقبل باقل من 95 جنيه. عناية لادم وابو ادم. تسلم يا حاج وده العشم. وانت بقى مريوم هتدفعي كام لحفيدك؟ خلي بالك اسمه على اسم الغالي. ولا كنوز الدنيا كلها تساوي حرف من حروف الادم. مراد بص على فريحه لقاها مركزه مع ماريا. جرايه بنت المستخبي وانا مقصر ولا حاجه؟ ده انت سيد الرجاله كلها يا مراد قلبي. ايوه كده تعدلي. فريحه اطلعي انت يا حبيبتي وحاولي تنامي شويه، ومريم نونو مع ادم عشان تقدري تقعدي مع العيله في الحفله. حاضر يا ماما، ربنا يخليك لينا يا رب. زيني. نعم يا ريتال يا روحي. زيني. ايوه يا بنت بقولك نعم. وحشتني قوي يا زينو، وانت كمان يا قلب زين. مش هتيجي تقفلي البلكونه ونشد الستاير على اريان وليلي؟ بتيجي انت في اوقات صعبه بس كده العيال ممكن تبرد. اطلعي انت سبقيني وانا هحصلك. اوكي يا زينو. امسكي يا حبيبتي
وبص لمراد، تعال عايزك في المكتب. زين قام وعايز يطلع لروتي. مريوم، انت هتعوزي مني اجيب لك اي طلبات من بره النهارده للحفله؟ لا يا زيني، منحرمش منك. عبد الله جاب كل الطلبات وواقف مع الطباخ، وسعاد والبنات بيعملوا الحلو. طب انا هطلع رايح شويه، هتعوزي مني حاجه؟ عايزك سعيد ومتهني. اطلع يا حبيبي، لو الولاد مش هيخلوك تعرف تنام نزلهم هنا، انا قاعده ما بعملش حاجه اهو، هقرا قران ويسمعوا جنبي، وشويه كده توصل اختك نور وتسيمو وتمارا ورينو بنت اللذينه اللي وحشاني دي. حبيبتي يا مريوم، ربنا يخليكي لينا ويديمك في حياتي. طالع مأموريه مش كده؟ ايوه يا حاج باذن الله. امتى؟ بكره. بكره يا مراد؟ ما عرفتش حد لحد دلوقتي، ولما كنتش انا سالت كنت هتقول لنا امتى وانت نازل المأموريه تسلم وتمشي. سامحني يا حاج، الحكايه مش كده خالص والله. طب ايه سبب سكوتك اليومين اللي فاتوا دول؟ والمأموريه دي فين وعباره عن ايه؟ انا مسافر انا وفهد على بلد عربي. المأموريه عن تهريب اثار بره مصر، انهم اكتشفوا مقبره كبيره جدا. الاثار دي اختفت تاني يوم من اكتشافها. وصلنا المعلومات انهم بيجهزوا لبيع الاثار دي لبره مصر، وكلفوني انا وفهد وهنسافر بكره. سبب اني ساكت، انا مش عارف اقول لفريحه ازاي اني اسافر. فريحه كانت تعبانه قوي يا بابا وهي بتولد. الدكتوره قالت انها ولاده متعسره. انا شفت فريحه كانها كانت بتودعني، مش عايزاني ابعد خطوه. ولما سالت الدكتوره قالت لي اسباب كتير، ومن ضمن الاسباب النفسيه، وانها تكون اتعرضت لضغط نفسي. وفريحه يوم عرفت انها حامل، انا سافرت انا وفهد وقعدنا 4 شهور، كانت فتره صعبه عليها. حتى فهد بيقول لي قال رينو، وهي من ساعتها بتعيط وزعلانه. انا بجد مخنوق ومش عارف اعمل ايه. لازم فريحه تعرف يا مراد. ما تقلقش، فريحه بنتي قبل ما تكون مراتك. ربنا يوفقك يا ابني وتروح وترجع بالف سلامه. ربنا يخليك لي يا بابا ويبارك في عمرك. ادم افتكر الرصاصه اللي جت في مراد. عايزك تاخد بالك من نفسك وما تتهورش وما تقربش اكتر من لازم، فاهم؟ فاهم يا حاج، الله المستعان. اطلع لفريحه وعرفها، وجهزوا شنطه السفر مع بعض، وحاول تجيبها لها بطريقه حلوه، يعني مهمه خفيفه، مش لازم تقولها اثار عشان ما تخافش، فاهم يا حاج؟ مراد طلع ودخل الاوضه وكانت فريحه نايمه. عارف يا مرادي، انا مجرد وجودك في حياتي من اكبر النعم. مراد انا بحبك قوي اكتر من اي حد. انت بنتي، انا اللي مربيكي، انا مش واخدك حبيبه وزوجه. من انت وصغيره انا موجود جنبك، اخدتك ملكيه خاصه من اعدادي. فاكره لما لبستك الحجاب؟ انت بتاعتي انا وبس. علاقتي بيكي انا مش عارفه افسرها. حبي ليكي غريب مع اني مش رومانسي قوي، بس بعشق امك يا فرحتي، وانا بموت فيك يا مراد. انا مهايبر يا بنت المستخبي، احلى مرادي والله. بتثبتيني يا بنت فرحتي؟ نعم يا مراد. ايه حبيبي، عايز تقول حاجه؟ انا عايزك على طول مبسوطه، وعايز اقولك على حاجه، لكن عايزك قبل ما تتكلمي ما تعمليش اي رد فعل، وسيبيني اكمل للاخر. مراد في ايه؟ قلقتني. مفيش حاجه فريحه، انا جالي شغل في بلد عربي، وقبل ما تتكلمي الشغل سهل جدا ومهمه خفيفه، عباره عن ملف هنجيبه، هندور على الراجل ده وهنجيبه، ومفيش اي خطر لاننا مش هنبان في الصوره. انا وفهد هنكون في مكتبنا وندي الاوامر. انت هتسافر وتسيبني يا مراد؟ حبيبه مراد، انا قلت لك ماموريه خفيفه. لا يا مراد، انت شغلك كله خطر. المهمه لو صعبه هقول لك صعبه، لكن هي مهمه سهله. ابوس ايدك، ما تزعليش. انا لو عليا افضل في حضن ام ادم طول العمر، وكمان مش هشتغل، هاكل واشرب ببلاش عند ادم، وخميس وجمعه عند ابوك المستخبي. حلوه كده تحكي. هتسافر امتى يا مراد؟ بكره. بكره؟ قلت اسافر بدري عشان ارجع الاقيكي مستعده. بس بقى يا مراد، هو ايه اللي بس؟ طب بذمتك يرضيكي اقعد جنب منك الفتره دي وانت موزه واتكه كده؟ خلاص بقى سيبني ازعل. فريحه العدوي، ما تزعلش ابدا. اشرف يلبس وكان زعلان جدا. هنا زعلانه ولبست وراحت عنده. يا اشرف، هتفضل زعلان كده؟ ان شاء الله بابا مصطفى ربنا هيشفيه ويقوم بالسلامه. حبيبي انت مؤمن وموحد بالله، بابا مصطفى كبر في السن ومعرض في اي وقت انه يتعب. وبعدين يا اشرف، الدكتور طمنا انها ازمه خفيفه. ارجوك يا حبيبي خليك قوي، ماما شيرين منهاره ومحتاجه لك وهتتقوى بيك ان شاء الله. يا هنا اسمعي، احنا هنروح لعقيقه ساعه زمن ونرجع، مش عايز اي حد يعرف ان بابا تعبان وبالشكل ده. احنا هنقول لهم هم قاعدين مع مريم وكريم، فاهمه؟ حاضر يا حبيبي. طب ما يوسف ومريم يروحوا معاك وانا اقعد جنب بابا وماما؟ ما ينفعش، غيابك انتي وبابا وماما هيخليهم يشكوا، وانت شايفه يوسف منهار ازاي. يوسف بيعتبر بابا ابوه مش جده. انا هطلع اشوف ماما وهنزل على تحت، حصليني. اشرف خبط ودخل، ودمع نزلت منه لما شاف شيرين دموعها على خدها ومسك ايد مصطفى، وافتكر لما وقع في المكتب وشاله جابه، والدكتور قال له
جلطة خفيفة على المخ وحوله على مستشفى غير مستشفى محمد وعلق له محاليل وكتب له علاج. أشرف روح أبوه على البيت وجاب له ممرضة ومرضيش يعرف محمد علشان ما يكسرش فرحته في الحفلة النهاردة، وإن محمد هيزعل قوي. جرياسة الكل اللي لازمتها الدموع دي، انت عارفة ان مصطفى عزيز بيحب يهزر معانا، هيفوق وهيبقى زي الفل. تفتكر ابوك هيقوم منها يا اشرف؟ قوم يا مصطفى، قوم عشان انا مش هعرف هعيش من بعدك. انت وعدتني انك هتفضل جنبي، وانا قلتلك خلينا انا اللي اتعب وانت توصل الامانه لمكانها الاول. قوم يا مصطفى. ايه يا امي، لا اله الا الله، ايه الكلام ده؟ انت عارفه الناس كتير بتتعب. استغفري ربك يا امي. اسمعي يا ابني، مش عايزه حد يعرف بتعب والدك، مش لازم نكسر فرحتهم. خد مراتك وروح لعقيقه. قامت وديته علبتين قصيفه. امسكي اشرف، العلبه دي هديه فريحه، والعلبه دي لادم الصغير. رنا ما تعرفش، رنا لو عرفت ابوها تعبان هتتعب عشان خاطري يا ابني، وخصوصا محمد لو عرف هيزعل قوي. ده روحه في ابوه. زياد لبس وجاهز، ومليكة وصلت الشهر السابع والحمل تعبها شوية. يلا يا ماكي تعالي أساعدك في اللبس. حبيبي ربنا يخليك ليا يا زيزو. الحلاوة والقمر ده، أنا بعد ما ولد هعمل مخصوص صينية بسبوسة بالقشطة عشان أشوفها هتأثر عليا زيك كده ولا إيه. اسكتي متفكرنيش، دي كانت أحلى وأجمل صينية بسبوسة بالقشطة. يا خرابي، ولا القشطة بتاعتي، بقيت بكاش قوي يا زيزو. وبعدها لبست الحجاب وساعدها وأخدها ونزل على الحفلة، وحسام وهدى سبقوهم على الحفلة. مالك دخل الفيلا مع سارة وماسكين ايد بعض والضحك على وشهم. قالت لهم ملك، والله يا سي مالك وانت يا سارة بتصل عليكم من ساعة ولا حد منكم معبرني، وداخلين دلوقتي تضحكوا ومبسوطين. طب ما فكرتوش اني ممكن نكون انا وجاسر قلقانين عليكم؟ ما كانش مشوار نص ساعة وتقعدوا ساعتين وتأخرنا على الحفلة. حبيبتي يا ست الكل، يا احلى ملك في الدنيا، انت قلت هتشتري هدية للبيبي ومحل المجوهرات مفيش ربع ساعة، ايه بقى اللي اخركم كده؟ انت عايز اخويا يزعل مني ويقول اختي جايه لي اخر واحده؟ انا قلت لك نمشي يا جاسر وانت ما سمعتش كلامي. اهدي يا ملك، لسه بدري على الحفله، ويا ستي هتوصلي في ميعادك بالظبط، لكن نعرف بس ايه اللي حصل معاهم. اسفه يا ماما، انا السبب في التاخير ده. ساره ما تتاسفيش، انا بس قلقت عليك وان اتصلت عليكي وعلى الباشمهندس، ولما ما ردتوش انا قلقت جدا. عاقبيه هو بقى، هو اللي اخرنا. ساره انت حامل؟ ايوه يا ماما انا حامل. حفيدك هو اللي اخرنا لاني اغمى عليا في المحل، ومالك خدني المستشفى وعرفت اني حامل، والتليفون كان في العربيه. اسفين يا حبيبتي، الف الف مبروك يا روحي، الف الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا روحي، مبروك يا نور عيني. النهارده عيد، والله النهارده عيد، انا مش مصدقه. اهو ده نفس اللي مالك عمله، ابنك رايح يحضن الممرضه من الفرحه. وانت سبتيه يحضنها؟ لا طبعا، هو كان هيحضنها وانا صرخت يعني بعلو صوتي وقلت له مالك انا هنا، بس حفيدك شفعله عندي. ان شاء الله هتجيب لنا اجمل احفاد ان شاء الله يا بابا، وربنا يرزقني بجسر صغير. لا والله ما يحصل، انا مش عايز لخبطه، انا متلخبط طبيعي. طب يلا بقى عشان ما نتاخرش على الحفله، ونعلن الخبر ده للكل. حبيبتي الف مبروك يا روحي، الله يبارك فيك يا حبيبي، انا مبسوطه قوي يا مالك. انا من فرحتي كنت هبارك لك كده في المستشفى، لكن دلوقتي ابارك لك براحتي. يلا عشان هنتأخر، وبابا وماما منتظرين في العربية عشان نمشي مع بعض. رينو لبست وواقفة قدام المراية بتحط روش خفيف، وفهد دخل عليها وشافها. ايه بقى اللي انت بتعمليه ده ان شاء الله؟ بظبط الروش. ايه يا حبيبي، لبست خلاص؟ فاضل بس الحجاب والنقاب. طب انا هعمل نفسي فاهم انك مش فاهماني. ايه يا رين اللي انت بتحطيه في وشك ده؟ ده صباع روش، وقبل ما تتكلم انا هكون لابسه نقاب، يعني مش هيبان حاجة. انا حاطه لمسات خفيفة، بذمتك مش حلو. هو بصراحة يهبل، انت كده تجنيني. جاب منزل ومسح كل حاجة. قمر يا رينو، شفتي نجمتي قمر مش محتاجة، وكمان مش مسموح لأي حد يشوف حبيبتي وهي بالميك اب، الميك اب ده لجوزك وبس. فهد انا منقبة ومفيش حد غريب هيشوفني واحنا في الحفلة، وانا عايز احط ميك اب ولمسات خفيفة، وبعدين انا مش حط حاجة في عينيا، هو روش وبس. ممنوع. يعني ايه فهد ممنوع؟ دي حاجة بسيطة. يلا يا لارين، مفيش ميك اب خالص هيتحط بره البيت. انا هحط روج يا فهد، مفيش حد هيشوفني غير بنات العيله، واحنا في حفله يا فهد. البسي حجابك ونقابك عشان ما نتاخرش. انا قلت لك عايز احط روج يا فهد، وانا قلت لا يا لارين. حاضر. ووصلوا على الحفله، ادم رحب بكل الضيوف وسلم على اشرف. ايه يا اشرف، امال مصطفى عزيز ومدام شيرين ما جوش ليه؟ وكمان يوسف ومريم.
الحاج شكله كده سهران طول الليل وما نامش كويس. وشيرين ما صدقت انه نام وقالت لي سيبه نايم وانا هبقى اروح لادم ومريم على رواقه. قاعده مع كريم، انت عارف بقى حبها لكريم قد ايه، ومريم الحمل تعبها وكان نفسها تيجي لكن داخت. يوسف قاعد معاها وبيعتذر جدا، لكن اكيد بكره ان شاء الله هيجيلك، اهم حاجه ما تزعلش. انا كان نفسي بس مصطفى عزيز يكون موجود، كبرنا بقى وانا من سنين واخده الكبير وهو بيعتبرك ابنه يا ادم. انت كويس يا اشرف؟ ايه يا جدع انت هتاكلني بالكلام؟ انا جعان ولا هي حفله ارديحي؟ لعب عليك، دي عقيقه ادم العدوي الصغير، يتربى في عزك وعز ابوه يا رب وعز جده اشرف كمان. مريم سلمت على اشرف وهنا وسالتهم وجاوبوا عليها نفس الاجابه. وبعد كده الكل عرف ان ساره حامل، والكل بارك وفرح بالخبر ده. فريحه كانت قاعده متضايقه ومخنوقه، البنات كانوا بيسالوها، كانت بتقول لهم مفيش حاجه انا عندي صداع. الحفله بدات والكل بيتغدى مع دارينو وادم ومريم ومراد وزين ونور، يتحايلوا عليها لكن هي رافضه بحجه انها شبعانه وهتاكل كمان شويه. فادم رضيش يتغدى وراح عندها. انت بتاكليش ليه؟ شبعانه. رينو انت ما فطرتيش كويس، يا ريت تقومي تتغدي. تحت امرك، نسيت انك تؤمر وانا نفذ، لكن اسفه استحملي المره دي لاني ماليش نفس. وسابتهم مشيت وطلعت على السلم ورايحه الاوضه بتاعتها. فاد طلع وراها، قلعت النقاب والحجاب واقفه ومتضايقه، هي شايفه انها لسه عروسه وعايزه تفرح. لكن فكره ان فهد كل حاجه بيقول لا لا، ده حاجه خانقاها جدا. دخل وخبط على الباب. انت زعلتي من غير سبب حبيبتي، انا بغير عليكي. بتغير عليا من ايه؟ لبسي ضيق ولا رسمه عينيا ولا فرد شعري ولا عامله ميك اب ولا لابسه بنطلون جينز ولا واقفه بهزر واضحك مع كل الموجودين؟ بتغير عليا من ايه؟ من لمسه خفيفه هحطها وكمان لابسه النقاب؟ هفضل لابسه النقاب قدامهم؟ بتغير عليا من ريتال ولا فريحه ولا نور ولا مامي ولا بابي؟ اكيد ابي مراد وابي زين ولا رودي او بابا طارق وماما رنا. بتغير عليا من ايه يا فهد؟ انا قلتلك قبل كده اني بغير عليكي من الهوى اللي بيلمس خدك، قلتلك اني بغير عليكي من عيون الناس، بغير عليكي من الجماد اللي بتلمسيه، بغير عليكي انك مش اي حد. رينو انا ما كنتش عايزك تزعلي كده، انا فكرت انك هتكوني مبسوطه لاني مش عايز حد يشوفك حتى لو بلمسه خفيفه. رينو انت جميله وجميله جدا ومش محتاجه انك تجملي نفسك، انا من صغري وانا بغير عليكي وده مش جديد عليكي، ده عشق، ده عشق الفهد يا رينو. انا اسف لكن مش للدرجاتي يا فهد، الغيره مش للدرجاتي. بحبك يا عنيده، بحبك يا مجنون. انا مجنون بيكي بس انت ظلماني على فكره. انا ظلماك؟ بطل تمثيل، خليكي تحكي على طول كده عشان تعرفي ان زعلك ما اقدرش عليه. خدها قدام المرايه وطلع قلم روج من جيب الجاكيت. ايه ده يا فهد؟ حطي بس اقل من اللمسه الخفيفه. لا خلاص يا فهد مش مشكله، انا بس كنت مبسوطه لاني لسه عروسه وكمان حفله، عادي صدقني مش مشكله. وفهد حط لها الروج. وبعد كده رينو لبست الحجاب والنقاب ونزلت مبسوطه هي وفهد وتغدوا مع بعض في اوضه لوحدهم. اليوم عدى على خير. تاني يوم فريحه عيطت ومريم كمان عشان مراد مسافر، لكن حاول يطمنها. سلم على ادم وزين ونور وشايل بنته وبس ادم بيبي ومنتظر فهد لانه هيجيب رينو على بيت ادم. فهد لبس وكمان لبس السلسله وخباها. رينو بتعيط بصوت عالي وده كفيل يخلي الفهد يقدم استقالته. لو بتحبيني بطلي عياط. رينو بطلت عياط وخدها عشان يروح عند ادم. راح يسلم على طارق ورنا وفارس ورجع عند ادم ووصل رينو ونبه على الكل ان رينو ما تروحش الجامعه لوحدها. سلم على كل الموجودين وختمها برينو. اتحرك هو ومراد وكل واحد عيونه متعلقه بحبيبه. واول ما ركبوا العربيه مع زين وتحركوا، رينو جريت على اوضتها بتعيط وفريحه حضنت مريم والاتنين عيطوا. وسافر مراد والفهد وفريحه ورينو كل واحد عايش مع احلامه. بعد اسبوع عادل خبط بسرعه ودخل على ادم بتوتر.